برحب بيكم مره تانية او مره ثالثه، يعني مش هنعد. اهلا بكم كل مشاهدينا الكرام، ودلوقتي هيبقى يعني عندنا لقاء مع ضيفه الحقيقه هي صغنونه شويه يعني لكنها مؤثره وبتتكلم في مواضيع كبيره قوي ومهمه جدا. ضيفتنا الكريمه هتتكلم معانا على شويه مواجع او على شويه حاجات بتاثر فينا بطريقه يمكن ما نبقاش حاسين بيه يعني، بس لما الامور بتزيد قوي بنقول انا نفسيتي تعبانه، انا ما عدتش قادر، انا ما عادش عندي طاقه اعمل الشيء ده. ايه ده؟ ده الكلام ده خطير. دي حاجه اسمها الصحه النفسيه. هل احنا بنهتم كثقافة عندنا في المجتمع المصري بالصحة النفسية زي ما بنهتم بالصحة الجسدية؟ هل احنا عندنا هذا الاهتمام؟ والله طبعا يعني من قبل انتم ما تردوا انا هرد بدالكم، اشك احنا ما بنهتمش بالصحة النفسية والا كان زمان حالنا بقى اكبر من كده بكتير. ايضا كمان من ضمن الحاجات اللي موجودة في المجتمع بتاعنا المدمنين، وعلى فكرة الادمان مش شرط ان هو يكون ادمان مخدرات بس، لا احنا عندنا انواع واصناف كتيرة من الادمان، فايضا كمان دي من المواجع اللي موجودة في المجتمع. وايضا كمان اللي هم الجزء الثالث بقى من كلامنا مع ضيفتنا الجميلة النهاردة، ادا واحد اثنين، الحاجة الثالثة ذوي الاحتياجات الخاصة كما نطلقهم، يعني نطلق عليهم هذا المسمى احنا عندنا في مصر، لكن الحقيقة دوليا وعالميا والله كمان في دول عربية بيدوهم اسم اكتر بريق وبيمسهم اكتر مش بيجرحهم. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق عليهم مسمى في منتهى الوداعة، قال عليهم ذوي القدرات الخاصة، لان اصحاب يعني الاحتياج الخاص يعني هذا المسمى اللي احنا نعهده عليهم لهم قدرات خاصة في مواجهة يعني المصير في مواجهة حياتهم، عندهم قدرات مش موجودة عندنا، احنا اللي نتعلم منهم واحنا اللي ناخد منهم هذه القدرات الخاصة، فهم بالنسبة لنا منارة الحقيقة. دول الثلاث حاجات اللي هنتكلم فيها مع ضيفتنا الكريمة اللي مشرفانا الان في استوديو الحصاد، دكتوره وفاء محمود عبد الرحيم عرابي، باحثه ماجستير في الصحه النفسيه بكليه التربيه جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه للمعالجين النفسيين، عضو النقابه العامله للعاملين بمجال ذوي الاحتياجات الخاصه، مدير ومؤسس حمله صحتك النفسيه تهمنا. هذه الحمله بتنطلق من الصعيد وان شاء الله تجوب كل ارجاء مصر والعالم العربي كمان. اهلا بيكي دكتوره وفاء. اهلا بحضرتك. مشرفانا جدا. هنتكلم الاول كده عن صحتك النفسيه تهمنا، يعني ايه بقى صحتك تهمنا؟ صحتك النفسيه تهمنا دي حمله انطلقت من الصعيد، انطلقت من محافظه انا مركز دجله وان شاء الله منها لبقيه المحافظات. هدف الحمله دي كانت توعيه في ثلاث مجالات، مجال الادمان ومجال ذوي الاحتياجات الخاصه ومجال المرض النفسي. انا كنت شايفه ان اهلنا في الصعيد تحديدا ما فيش اهتمام بالصحه النفسيه وبذوي الاحتياجات، فانا حبيت ان انا يعني اشارك في التوعيه دي. الحمله فكرتها بتضم متطوعين في العلاج النفسي وفي الطب النفسي، بنستضيف كل مره متطوعين في مجال الطب النفسي والعلاج النفسي والادمان وذوي الاحتياجات، وبيبقى فيه كل مره منظمين للحمله، وفي كل مره ان شاء الله يعني بيبقى فيه رعاه للحمله في كل محافظه من محافظات الصعيد. تمام، ده هايل قوي. اولا لو هنيجي نتكلم عن المجال النفسي او الصحه النفسيه، دكتوره وفاء انت شايفه احنا قد ايه بنتجاوب مع ثقافه زي دي؟ احنا بنعاني منها لكن هل احنا بنقدر نتعامل معاها؟ هو للاسف نسبه المرضى النفسيين في مصر حاليا من 15 ل 20%. اللي بيذهبوا للدكتور المعالج النفسي او الطبيب النفسي يا دوب 15% بس من النسبه دي، وده بسبب وصمه خاطئه مرتبطه بالمرض النفسي. ما زال يعني في حد لسه بيشوف ان ذهابي للطبيب النفسي كده حد هيقول عليا مجنون، لا الطبيب النفسي هيعالج بادويه وعقاقير، فدي طبعا مصطلحات غلط، يعني محتاجين ان احنا نشرحها بشكل افضل، محتاجين ان احنا نوعي الناس في مصر عامه وفي الصعيد خاصه. اولا ان المرض النفسي ده يعني انك تتعالج منه ده لا مش عيب خالص، بالعكس ده العقل انك انت لو في اي ضغوط نفسيه تتخلص منها اول باول عشان ما الحاله ما تتطورش المرض نفسي.
كمان لازم الوصمة تاني مرتبطة بالمرض النفسي، ان الدكتورة هيديني ادوية وعقاقير والادوية دي هتسبب ادمان. لا، مع تقدم الطب دلوقتي الادوية ما بتسببش ادمان ابدا، بالعكس. كمان مش كل يعني مش كل الاضطرابات النفسية بنعالجها بأدوية وعقاقير، لا، في علاج بجلسات علاج نفسي من غير أي أدوية، من غير أي عقاقير. فاحنا محتاجين إن احنا يعني نساهم في التوعية دي في مصر عامة وفي الصعيد بشكل خاص. تمام. بصي دكتوره وفاء، انا عارفه ان الكلام في اي حاجه ليها علاقه بحاجه نفسيه حاجه بيطولش الكلام فيها، يعني ممكن لو احنا اتكلمنا في النقطه دي تاخد وقتنا كله، لكن دايما بنقول الوقايه خير من العلاج. وفي الصحه البدنيه دي قاعده معروفه، وبنبقى عارفين الوقايه من مرض كذا بيبقى ازاي والحاجات دي كلها، لكن الوقايه من الامراض النفسيه ممكن نعملها ازاي دكتوره وفاء؟ الوقايه من الامراض النفسيه لازم يبقى فيه تكامل في كل الجوانب الانسانيه بتاعت الانسان، سواء الجانب الايماني اولا، علاقه الانسان بربه، الجانب الاجتماعي، علاقته بالاخرين، الجانب النفسي يبقى فيه مفروض توافق نفسي من الداخل. فاحنا مفروض ان احنا نحقق التكامل ده ما بين كل جوانب الشخصيه، ده يعني ابسط تعريف، يعني يعني التكامل ما بين كل جوانب الشخصيه، بحيث ان احنا التكامل ده يقينا من الوقوع في الامراض النفسيه. حضرتك بتكلمي عن حاجة احنا ثقافيا موجود كمصر كموروث ثقافي احنا مش بنقدر نتعامل معها بالدرجة الكافية، او مش كلنا بيبقى عندنا هذا المخزون في التعامل مع الذات والارتقاء الحاجة المعنوية، مش عندنا ده بالشكل اللائق او الكافي. يعني ده واحنا بنتكلم عن البندر، يعني واحنا بنتكلم عن القاهرة وكده، ده مش موجود. لكن حضرتك بدأتي الحملة من الصعيد، ده صعب قوي. هو ده كان التحدي الحقيقي. يعني هو فعلا انا في بداية الحملة كان فيه يعني كلام كتير انها مش هتنجح في الصعيد بالذات، انت جاية من الصعيد وهتبدأ من الصعيد. فكانت هي فعلا البداية كانت قوية وكانت صعبة، يعني كان فيها تحدي. والحمد لله، يعني هو انا يعني الحمد لله النجاح كان فوق المتوقع، لان احنا اتكلمنا في نقطه يعني كتير من الناس ما يعرفوش في الحمله، هي ان صحتك النفسيه بتاثر بشكل كبير جدا على صحتك العضويه. عندنا النهارده في الامراض العضويه 11% من الامراض العضويه اسبابها نفسيه، فانت هتفضل تعالج الجانب العضوي وهتعمل الجانب النفسي، فطبعا مش هتخف يعني، فلازم يبقى الاثنين يعني ماشي بنفس ماشي على التوازي، علاج نفسي مع علاج عضوي. عندنا الامراض السيكوسوماتيه دي امراض نفس جسميه زي القرحه والقولون العصبي وارتفاع ضغط الدم والصداع، والصداع دي احنا بنطلق عليها الامراض السيكوسوماتيه دي، مهما عالجتها عضوي ومن غير ما تزيل السبب النفسي، لا، ما فيش اي نتيجه، فلازم نعالجها على التوازي نفسي مع عضوي. صحيح. طب احنا هناخد من هنا من طريقه تعامل الدكتور مع اي نوع من انواع المرض، هل الدكتور بياخد يعني زي كورس كده ان هو ممكن ازاي يتعامل مع المريض نفسيا ايضا كمان؟ طبعاً، ان اكيد في دكتور بيقول التشخيص حته واحده ودي مدارس، وفي دكتور لا ما يقولوش هو عنده ايه، يقول له ده انت هتبقى زي الفل بس خدي وهتبقى كذا وكذا، بيبقى عنده استراتيجيه في دماغه، فدي مدارس. هل في بيبقى تمرين الدكتور على حاجه زي كده؟ طبعا في تمرين دلوقتي للمعالج النفسي والطبيب النفسي لاداره الجلسات النفسيه، يعني بحس ان احنا نبدا صح، يعني المفروض. انا على فكره مش بكلم عن الدكتور النفسي بس، الدكتور هو فايده المعالج النفسي، لا ده الدكتور العادي. يعني لو دكتور باطني، دكتور مخ واعصاب، اي بالزبط. طبيب بيتعامل مع البدن، يعني بالزبط. مش هيبقى دكتور نفسي، احنا ما عندناش ده. طيب عايزين ده يبقى موجود، لو ده موجود هيفرق في طبعاً العلاج كتير. يعني لو حد يعني انا طريقه عرضي لمرض معين قدام صاحب المرض بتفرق كتير، طبعا بتفرق كتير. يعني ممكن لو قلت له مثلا عندك حاجه و يعني احبطه نفسيا فهيعيا اكتر طبعا، فاكيد الاسلوب نفسه اكيد طبعا بيفرق كتير. بس لازم الدكتور يكون نفسيته متظبطه قبل ما يتعامل مع المريض اصلا. عشان كده يعني بعد المدرس بتنادي ان المعالج النفسي الاول يمر باختبارات وعلاج نفسي يكون تمام قبل ما يعالج. تمام. ويمر ازاي يتعامل مع المريض سواء نفسي او بدني، فده شيء مهم جدا طبعا
في صحة المريض. طب احنا هنقوم ايه محودين شوية، هندخل بقى على علاج الادمان، واعتقد طبعا ده نفسي بحت، ونفسي وعضوي وسلوكي ثلاثة مع بعض. طب اشرحي لنا. هو اولا الادمان حاليا طبعا الادمان والتعاطي النسبة ارتفعت جدا، نسبة المدمنين دلوقتي 2.5% على رأسها الترامادول، نسبة المتعاطين دلوقتي 10% على رأسها الحشيش. طبعا احنا كده تخطينا النسبة العالمية، النسبة العالمية يعني 5%، احنا 10%. للأسف دلوقتي الإدمان بيبدأ من سن صغيرة، التعاطي بيبدأ عندنا من الطفل 11 سنة بتلاقيه متعاطي. ده بسبب يعني السبب الأساسي الأسرة، الأسرة دلوقتي مفيش احتواء زي الأول، الأسرة دلوقتي بقى أهمها توفير المأكل والملبس، الحاجات المادية بقى مفيش احتواء عاطفي، فالطفل بيلجأ للإدمان من سن صغيرة. وبالإضافة برضو لبعض الأعمال الدرامية، يعني الأعمال الدرامية بشكل غير مباشر ساعدت على الإدمان، يعني كانت بشكل غير مباشر علامة الأطفال الإدمان. يعني يا ريت ان احنا يعني المفروض الدراما بالذات ده شيء مؤثر جدا، فمفروض ان احنا يبقى في رقابه على كل حاجه تعرض، لان ده بيأثر في الاطفال وبيأثر في جيل كامل، فبالتالي بيأثر في مصر كلها. يعني في درجات الادمان دكتوره وفاء؟ طبعا فيه. يعني المدمن ترامادول غير الحشيش؟ طبعا. غير اصعبهم الهيروين. ممكن ياخد وقت قد ايه يتعالج منه؟ هو على حسب الحالة، بس هو مفروض يعني العلاج بيتم من ثلاث جوانب، يعني مش من جانب واحد. مفروض علاج سلوكي وعلاج نفسي وعلاج عضوي، هيبقى متكامل. واحنا ده عملنا في حملة صحتك النفسية، يعني احنا كنا عاملين جانب خاص بعلاج الإدمان والمدمنين. ف يعني ده كانت أهم جانب نحن نركز عليه، الأجانب طبعا يعني الثلاث جوانب، بس الادمان بالذات كانت حاله صعبه عندنا خالص في الصعيد. انه حد يجي يقول انا مدمن، فدي كانت صعبه يعني. صعب. بس الحمد لله لكن يعني جه ناس جه ناس الحمد لله. في 100 حاله، ال 100 حاله متنوعه بين ذوي احتياجات وبين مدمنين وبين مرض نفسي، وده عدد يعني ما كانش متوقع، بحيث ان البدايه كانت من الصعيد وكده وصعبه، فده طبعا ما كانش متوقع. حضرتك بتقولي ان العلاج بيبقى على ثلاث اجزاء، سلوكي وايه كمان؟ ونفسي وبدني. تمام. سلوكي ازاي؟ يعني سلوكي احنا نحط له برنامج تعديل سلوك، اعمل كذا، اصحى كذا، يعني سلوك في السلوك اليومي بتاعه، يعني هنحط له برنامج يمشي عليه. البرنامج النفسي بقى هنشتغل معاه علاج نفسي. العضوي لازم بقى يتم برضو علاجه، اللي هو نزع الماده المخدره واعراض السحب وكده. المراكز اللي بتدعي او مراكز علاج الادمان اللي موجوده عندنا، انا مش عارفه هل عملتي دراسه عليها كشكل تقييمي ليها؟ هو للاسف فعلا معظم الـ يعني علاج الادمان مش يعني معظم المراكز فعلا مش مؤهله. بس ان شاء الله نامل معظمها. نامل وبرضه ذوي الاحتياجات الخاصه بالذات، يعني كمان ده الاصعب والاصعب. مش المفترض المراكز دي بتخضع لاشراف ورقابه، مش كده يا فندم؟ المفروض. طب ليه اصبح سمعتها دلوقتي مش او بقت مخيفه؟ يعني مش عارفه. هو بسبب نسبه يعني اولا المدمنين عشان زادوا قوي، فبالتالي المراكز زادت طبعا، فمع زياده المراكز دي في المؤهل وغير المؤهل، فتلاقي في المؤهل موجود وغير المؤهل طبعا، مع الزياده الكبيره في المستمره في اعداد المدمنين. طب لو حد بيتفرج علينا يعني بفضل الشر يعني، وعنده حاله وبيبقوا خايفين على ابنهم يعني انهم يودوه مركز، ومش عارفين هم هيتعاملوا معاه ازاي، لان انا اعتقد ان لما بيدخل مركز بيقعد كتير ما يشوفش اهله، مش كده؟ يعني لا على حسب طبعا، على حسب الحاله، على حسب الحاله يعني. يعني المهم ان هو هينفصل شويه عن الاسره ويبقى مش عارفين هو ايه اللي بيحصل معاه. طب احنا ننصحهم نقول لهم ازاي يقدروا يعرفوا ان المركز ده جيد وامن ولا لا؟ اولا لازم يبقى مؤهل علميا وقانونا، يعني هو لازم يتاكدوا من تاهيل العلمي والقانوني طبعا. لولا ما يعني لولا ما احنا نثق في المركز ده. بيبقى في من ضمن وسائل العلاج التعامل بعنف؟ لا ابدا، وسيله خاطئه. حتى لو كانت الحاله شرسه وسيله خاطئه طبعا. لا انا امنحها من ان هي تاذي نفسها، بس مش عنف طبعا. لا مش عنف. امنحها ان هي تاذي نفسها الحاله في بعض الحالات، لكن مش عنف طبعا. لا
مراحل الوصول للإدمان. يعني مثلا لو اتكلمنا عن مثلا مادة مخدرة زي الهيروين، من أول مرة بيبقى مدمن، من أول تعاطي، لا مش من أول تعاطي، لا مش من أول تعاطي برضو، دي جزء تثقيفي، لأن وارد مثلا حد يكون اتعمل فيه مقلب. فإمتى يقدر ينتزع نفسه من الموضوع ده؟ بعد قد إيه؟ بعد مرحلة قد إيه مثلا؟ هو لا برضو على حسب الحالة، بس هو بداية يعني لازم ان هو يبقى عنده الجرأة ان هو والرغبة الحقيقية ان هو يخرج من اللي هو دخل فيه، دي اهم حاجة، وعنده الثقافة الكافية لكده. لازم إرادته هو برضه. طبعا لازم إرادته تكون قوية، طبعا رقم واحد رغبته. طب الحالات بتاعت الحاجات الصعبة دي يعني أنواع المخدرات القوية قوي دي، ماشي يعني خلاص كده احنا عارفين ان الأمر بيبقى يعني معقد شوية، لكن أعتقد ان نسبة كبيرة قوي في مصر بتتعاطى حشيش كبيرة أوي. وترامادول وبعض أدوية بتبقى بتتباع في الصيدلية أحيانا عادي، لكنها بيبقى فيها نسبة من المخدر، ففي ناس بتبقى مداومة عليها أيضا كمان. دي خطورتها إيه بقى يا دكتورة؟ يعني الوضع بيبقى ممكن أقصى درجات الخطورة إنها تبقى إيه؟ المدمن بيفقد حياته بالكامل، يعني لو حط يجيله في الطريق ده فبيفقد حياته، بيفقد أسرته، انتحار، يعني لا طريق صعب طبعا. حتى لو كان هو مستهتر بالنوعية اللي هو بيدمنها، وإن كانت حشيش يقول لك ده او ما حشيش. عندوش الثقافة الكافية، او ما عندوش احتواء طبعا في المنزل عشان هو يقدم على العلاج. أحيانا يعني بيبقى في ناس من طبائعها النفسية حابة جزئية الإدمان، مش عارفة هل حضرتك هروب. احيانا صادفتي ده ولا لا، هروب هروب من لدرجة إن ممكن طبيعة ميول نفسية يقول لك أنا مدمن مثلا مياه غازية. الكلمة دي، لأن أنا بتكلم على الجزئية دي، لأن إحنا كده هنرجع شوية بس للعمل النفسي. في حد مثلا يقول لك إيه أنا مدمن سجاير، هي سجاير مش إدمان مش كده يا دكتورة؟ ولا هي نوع من برضو انواع، بتندرج نوع من نوع أنواع من انواع الإدمان؟ الادمان. طب يقول لك أنا مدمن شوكولاتة مثلا، صح؟ مش في ناس كده؟ في في ناس كده، وبتلاقي ان ده طبعا باين على جسمهم بدانه، وممكن عظمهم كمان يكون في بيشتكوا من حاجات، فاذا بداوا يدفعوا فاتوره الادمان، هو عايش نفسه في ادمان وبيدفع فاتوره الادمان. ده سلوك نفسي. لو جينا اتكلمنا على الحمله بقى، صحتك النفسيه تهمنا، وده هل الشخصيه زي دي بيبقى اكتر عرضه للادمان؟ هو بيدعي الادمان وهو بيتكلم عن حاجات مش ادمان اصلا، لكن هو عملها ادمانه. هروب ايه من رايك حاجة في معينة. حاجه زي كده هروب من حاجة معينة. برضه؟ يعني كان في بعض التفسيرات مثلا للسمنة، ان هي تفقد احتواء وتفقد فبتاكل، فما بتقدرش تخس، دي بعد المدارس يعني. ده عرض نفسي عرض نفسي لمرض. تمام. ممكن يوصل المرض ايه بقى؟ يعني هذا العرض ممكن يوصلنا لمرض ايه؟ في حالة النحافة في حالة ال لا يعني، يعني انا عارفه ان في ستات كتير قوي لما بتمر بازمه نفسيه تدخل تاكل، فبالتالي بتزيد الامور تستفحل عندها. يعني هي لو فضلت في هذا العرض ده ممكن توصل لاكتئاب؟ طبعا اكيد توصل لاكتئاب لما هي مش عارفه تمنع نفسها ان هي تخس، وفي نفس الوقت مش قادره تمنع نفسها ان هي تاكل، نفسيا طالبه كده، فبالتالي اكيد بتقع في اكتئاب يعني. تمام. دايره الصعيد هي دايره محافظه قوي، يعني دايره مقفوله قوي. انا عايزاكي تحكي لي انت اتحركتي ازاي حضرتك، يعني من قلب الصعيد، بس علشان بنت تطلع تتكلم في حملات زي دي، وبالتالي تقعدي مع نماذج من الشباب المخيفين، لان برضو قلتي في 100 واحد جه قال انا مدمن، فمين هيقابله؟ ما هيبقى حضرتك ومجموعه من فريق العمل، مش انا كده يا بنت؟ هذكر لحضرتك فريق طب العمل. اتفضل اتفضل. اولا فريق العمل كان حملة السلام النفسي، انا علشان اذكرها من ورا عشان ما انساش حد. اولا رعاة الحملة، اولا الحملة كانت من دشنة في محافظة قنا. رعاة الحملة كان نقابة المعلمين بدشنة استاذ جدال عبد الحميد، رئيس جمعية الاخلاص بدشنة استاذ ياسين الجواخي، نائب رئيس جمعية الاخلاص بدشنة استاذ محمود عبد الرحيم محمود عرابي،
كان في اللي هو الصدى المتطوعين، اعضاء حمله السلام النفسي، دكاتره ومعالجين نفسيين، دول اعضاء حمله السلام النفسي. دكتور صبري الحبشي، دكتوراه في التربيه الخاصه واستشاري توحد. استاذه علا هلال، اخصائي واستشاري نفسي وعضو الجمعيه البريطانيه للمعالجين النفسيين. استاذ عبد الله الجندي، تخصص صحه علاقات واخطاء التفكير ومهارات حياتيه. استاذ عز الدين عبد المحسن محمد، اخصائي علاج ادمان بمستشفى المعموره للطب النفسي. دول بقى عملوا، هم اللي قاموا بالكشف المجاني. دول اربع دكاتره قاموا بالكشف المجاني والتطوعي على حالات الصعيد. يعني هم الاول عملنا ندوه توعيه، بعدها كان في كشف مجاني منهم، فهم كانوا متطوعين بشكل كامل للمجيء للصعيد والكشف على 100 حاله متنوعه. كان فيه اعضاء منظمين للحمله، كانوا 10 اعضاء تطوعوا بتقديم كافه المساعدات التنظيميه، على راسهم دكتور محمد عبد اللطيف شمروخ، دكتوره اسماء عبد الله محمود، استاذ جابر عبد الرازق ابو طيبه، استاذ طارق خضري، استاذ احمد كمان زكي، استاذ ايمن محمد شوقي، استاذ اسماء محمد محمود، استاذه منى عبد الله، استاذه ميرفت خلف، استاذه سمر احمد بكر. طبعا كان في يعني كان في اشخاص تاني غير اللي تم ذكرهم، ساعدوا فعلا في ان الفكره تخرج. هي فعلا كانت صعبه ان هي تخرج من الصعيد. كان في احباطات كتير طبعا، انه محدش هيجي ويقول انا مريض او ان انا اقبل. طبعا احنا بنوجه الشكر لكل الاسماء المشاركه في هذه الحمله. انتوا بتعملوا حاجه هايله جدا. فالحقيقه لازم نشكرهم من اللواء علاء حامد، استاذ بركات الدمراني، اسماء تانية كتير بجد ساعدت في خروج الحمله يعني. تمام تمام. طب لو نقلنا بقى على ذوي الاحتياجات الخاصه بقى، ايه اللي الحمله بتهتم بيهم ازاي؟ ايه اللي بيتقدم لهذه الشريحه؟ اولا ذوي الاحتياجات الخاصه النسبه دلوقتي مع بدايه القرن 21 كانوا 13.5%، والنسبه في زياده مستمره. ذوي الاحتياجات الخاصه دول عندهم طاقات كامله بتفوق العاديين يعني، فاحنا محتاجين ان احنا نستغل الطاقات دي. زائد ان هم يعني المفروض ان هم ليهم حق ان هم يحسوا بالتقبل المجتمعي والتقبل الاسري. بس للاسف يعني لو اتكلمنا عن مجتمع الصعيد، الغالبيه ما بيبقاش فيه كده يعني. غالبيه اولياء الامور ذوي الاحتياجات الخاصه في الصعيد بيتم التعامل مع طفل ذوي الاحتياجات الخاصه بطريقه من الاثنين، يا اما بيتم احتجازه داخل المنزل كده بدون اي علاج او اي حاجه. يعني هو شايفه وصمه عار يعني، ما بيخرجوش من المنزل، ودي طبعا اشدها قساوه يعني. الحاله الثانيه بقى انه بيعالجوا في القاهره مثلا، يجي مراكز في القاهره يعالجوا بس سر يعني، يعني سر بقى حاسين ان دي كده وصمه عار. فدي برضو يعني نفسي ان التوعيه دي تحصل في الصعيد. ويمكن اول من بدا بحملات التوعيه حمله الامانه العامه للصحه النفسيه وعلاج الادمان، بدات حملات توعيه هنا في القاهره. كانت بتعمل ندوات ومؤتمرات، الامين العام الدكتور هشام رامي، ويمكن انا تقدمت باكثر من طلب للدكتور هشام رامي ان هو يجي عندنا في الصعيد، ان احنا محتاجين توعيه زي القاهره وزي محافظات القاهره بالظبط، احنا محتاجين توعيه. ويمكن احنا اشد يعني، احنا محتاجين توعيه اكتر يعني. بس الى الان لم تتم الاستجابه يعني من الاستاذ من الدكتور هشام رامي، فاتمنى ان يتم الاستجابه ويشاركونا في حملات توعيه في الصعيد، لان احنا في حاجه في حملات توعيه. تمام تمام. احنا برضو يعني بنعلي الصوت معاك، وبنتمنى ان شاء الله ان يبقى في استجابه سريعه للتعامل مع الحمله بتاعتكم دي، وتنطلق من الصعيد بالفعل بقى لكل المحافظات. على ما اعتقد انتوا حاطين في دماغكم ان انتوا الحمله دي كلها على بعضها تتوسع، مش كده يا دكتوره وفاء؟ هتبداوا انتوا كده بداتوا خلاص تبصوا على القاهره؟ لا، هو احنا لسه في الصعيد. احنا عملنا اول ندوه بتاريخ 22/7، دي كانت اول ندوه يعني. هو انا عشان انا شفت محافظات القاهره بالفعل بيتم فيها التوعيه، وانا حضرت بنفسي اكتر من ندوه للتوعيه لحمله الامانه العامه للصحه النفسيه، فاني شايفه فعلا التفكير في القاهره ابتدى يتغير. الناس ما بت يعني شايفه ان الموضوع ده خلاص علاج النفسي ده بقى بشكل كبير عادي. هو ما زال يعني لسه في ناس شايفه النظره الغلط، بس بنسبه كبيره قوي الحملات دي حققت تغيير في تفكير محافظات القاهره. بس بما ان ما فيش اي حملات خالص في الصعيد، فانا اختصيت الحمله بالصعيد. وفعلا دي كانت اول حمله في الصعيد، حمله صحتك النفسيه تهمنا. ان شاء الله هي بدات من ديشنا محافظه انا، وان شاء الله منها لبقيه المحافظات.
ان شاء الله اول ندوه كانت 22/7، اللي بعدها المفترض ان شاء الله هتكون في شهر 1. طبعا الحمله بتفتح الباب لكل المتطوعين في مجال العلاج النفسي اللي حابين يشاركوا تطوعيا بالمجيء للصعيد والمشاركه في توعيه الصعيد في اي من المجالات الثلاثه، سواء الادمان او ذوي الاحتياجات الخاصه او العلاج النفسي. فاحنا بنرحب باي حد ينضم، وبالفعل حصل يعني شفت كتير الحمد لله دكاتره اهل خير مستعدين ان هم ييجوا وهيشاركوا في الحمله الثانيه والثالثه، اضافه الى كمان حمله السلام النفسي لها مننا جزيل الشكر. هي قالت لا احنا معاكم على طول كمان، مش اول يعني مش من اول ندوه. فالحمد لله يعني الخير ما زال موجود. طب ده هايل جدا. دكتوره وفاء، اخر سؤال هسأله هو احنا عندنا في ثلاث حاجات هسألك عنها، ايه اللي شايفاه يعني ماشي مناسب وايه اللي عايزاه يتغير؟ المسمى ذوي الاحتياجات الخاصة وتبدلها بمسمى اخر اكثر لياقة في التعامل مع هذه الفئات، وايضا كمان نسبة الوظائف يعني انهم اشغال وظائف في الدولة بنسبة 5%، هل النسبة دي كافية شايفاها ولا لا عايزة تتعدل؟ وايضا كمان مشاركتهم في البرلمان، شايفة المشاركة تليق ولا لا تليق؟ تمام. اولا بالنسبه للمصطلح، انا كنت ناديت بان تغيير مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصه. الامارات يعني احنا لينا في الامارات قدوه في كده، الامارات غيرت المصطلح من ذوي الاحتياجات الخاصه لاصحاب الهمم. فالمصطلح نفسه ايجابي يعني. فاحنا محتاجين مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصه ده يتم استبداله بمصطلح ايجابي، لان ده ليه تاثير كبير جدا على عليهم يعني. بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه في المجلس النواب، بالفعل في عندنا دكتوره جهاد، وطبعا ده مثل يحتذى به ومثل مشرف. بالنسبه للوظائف انها تبقى 5%، انا شايفه ان هي نسبه غير كافيه، فبتمنى ان النسبه تكون اكتر. وبتمنى يتم تفعيل القانون، وبتمنى يعني هو الرئيس السيسي كان اعلن ان عام 2018 ان شاء الله هيبقى عام ذوي الاحتياجات الخاصه. فانا اتمنى اني اشوف في 2018 اهتمام كبير جدا بالفئه يعني الاقرب للصفات الملائكيه، يعني الصفه دي الفئه دي بالذات اقرب للصفات الملائكيه، محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، نعملها بطريقه اكثر حبا عشان نخرج منهم بقى الطاقات الكامنه. يعني هم محتاجين يحسوا بالتقبل المجتمعي، هم يفتقدوا كده بشكل كبير، فده طبعا بيأثر عليهم. فعليا هم مش ذوي احتياجات خاصه، لا هم ذوي عطاءات خاصه، لان الفئه دي زي ما بتقولي كده هي اقرب للملائكيه، اقرب للعطاء، يعني كمان اكتر قربا للحب، للانسجام، للود، فهي فعلا فئات خاصه جدا جدا وارقى واسمى مننا كلنا. فالحقيقه هم وجودهم مش عالي على المجتمع ابدا، ولا هم اهم في على قلب مثلا أسرة عندها هذا النموذج أبدا، بالعكس لا، ده وجودهم عطاءاته يمكن أكتر من العاديين، أكتر من العاديين فعلا. أنا بشكرك وبشكر مجهودك وبشكر كل فرد من أو كل اسم من الأسماء اللي ذكرتيها، وكل تعاون وكل أي مبادرة قالت إحنا معاكم إحنا هنساندكم. الحقيقه انتوا تستاهلوا كتير قوي، تستاهلوا اضواء كتيره جدا، لان انتوا اللي بتشتغلوا وبتعملوا مجهود وانتوا مش مستفيدين اي شيء، بالعكس انا على ما اعتقد ان انتوا بتدفعوا من جيوبكم كتير جدا علشان تعملوا حاجه كويسه. هو ده الشغل المجتمعي، ونتمنى ان احنا نشوف بالفعل مبادرات اكتر تاثيرا، وانتوا مؤثرين وهتبقوا مؤثرين اكتر كمان، املنا بالنسبه لكم كبيره جدا. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره وفاء محمود عبد الرحيم عرابي، باحثه ماجستير في الصحه النفسيه بكليه التربيه جامعه عين شمس، عضو الجمعيه المصريه للمعالجين النفسيين، عضو النقابه العامه للعاملين بمجال ذوي الهمم زي ما بتقول دوله الامارات، لكن احنا نقول ذوي العطاءات الخاصه، مدير ومؤسس حملة صحتك النفسية تهمنا بالصعيد، واللي هتنطلق لكل محافظات مصر قريبا بمشيئة الله. شكرا للدكتورة. شكرا لحضرتك يا فندم، أشكرك. مشاهدينا الكرام، الحقيقة إن عام جديد هيبدأ العام الهجري، وإحنا هنبدأ هذا العام معاكم بالإنشاد الديني والابتهالات، وهو ده هيكون يعني اللقاء الأخير، وهي دي هتكون المحطة الأخيرة في حصدنا النهاردة. احنا بانتظاركم، فما تروحوش بقى في أي حتة.
هذا البرنامج برعايه